سبحان الله. قاع البحر ملتهب. هذه الصورة أو هذا فيديو صور حديثا من أعماق المحيط الهادئ على عمق 11,000 متر، يعني 11 كيلومتر. هذه نيران تتدفق من قاع المحيط بسبب أن الطبقة الأرضية التي تحت البحر ملتهبة. يقول العلماء كل بحار الدنيا تقبع فوق طبقة نارية ملتهبة تتدفق منها هذه الحمم المنصهرة. العجيب أن العلماء اكتشفوا أن تحت هذه الطبقة النارية الملتهبة هناك بحر آخر في أعماق الأرض على عمق من 400 إلى 600 كيلومتر. هناك محيط هائل موجود على عمق 400 كيلومتر تحت سطح الأرض. هذا المحيط يحوي كمية من الماء 3 أضعاف بحار الدنيا، 3 أضعاف، سبحان الله. إذن ركزوا معي جيدا، أصبح لدينا البحر ثم نار تحت البحر ثم بحر عميق تحت النار. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا، دققوا معي، تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. سبحان الله، دقة هائلة في وصف النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام لهذه الحقيقة العلمية التي نراها اليوم بأعيننا. كيف يجرؤ هؤلاء الملحدون أن يدعوا أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى، أو أنه اخترع دينا لنفسه، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكذب على الناس؟ إذا من أين جاء بهذا العلم؟ فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، صلى الله عليه وسلم.